باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومقام بتوصله القلوب لما بتستشعر السعادة من قضاء ربنا، نعمة النعم اللي معاها بنستشعر حلاوة وطعم دنيتنا. عن نعمة الرضا نحب نتكلم عنها مع دكتور عامر التوني، المنشد الكبير ومؤسس فرقة المولوية المصرية. مرحب بك يا فندم معانا على شاشة MBC مصر، دايما ضيف عزيز على قلوبنا، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وحضراتكم طيبين والسادة المشاهدين بخير وقناة طيبة وبخير وسلام. دكتور عامر، خلينا نتكلم عن الموضوع اللي هنتكلم فيه من البداية، عن الرضا. حضرتك بتشوف نعمة الرضا ازاي في حياتك؟ مقام الرضا هو أعلى المقامات عند الله سبحانه وتعالى، أو بيوصله السالك أو المريد، لأن مقام الرضا اختصاره في عبارة بسيطة هو قالها واحد من كبار المتصوفة الأوائل، وهو سيدنا ابن عطاء الله السكندري، قال ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطى. فهنا المنع والعطاء اللي بيشغل الإنسان في أنه بيحارب في الدنيا علشان ياخد حاجات ويتجنب حاجات، لكن الله سبحانه وتعالى ممكن يبقى المنع فيه خير وممكن العطاء يبقى بلاء واختبار. علشان كده من الأفضل أن الإنسان يستسلم لله ويقنع وقلبه يبقى راضي بما يعطيه الله سبحانه وتعالى. من هنا مش هيبقى فيه مشاكل بينه وبين حد، لأنه مفيش تنافسية على أي أمر من أمور الدنيا، لأنه التنافس الحقيقي على الآخرة وليست الدنيا. طب يعني بعيدا عن التنافس، هنتكلم عن مسيرة حافلة، مسيرة طويلة لحضرتك في مجال الإنشاد والفن الروحي اللي بتقدمه، إلى أي مدى شايف أو عندك إحساس بالرضا في اللي قدمته خلال مسيرتك؟ في كتير من الأحيان لا نوفق في بعض الأعمال، ممكن يبقى في سفر يؤجل، أنت تظن أنه في خير قادم ما جاش، هنا قلبك راضي وقانع، لأنه الخير أنه ما يتعملش، لأنه الخير أنك ما تسافرش، لأنه الخير أنه يتعمل. لا يعني هي المسألة هنا أنت سايب الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا الرضا انتزع من القلب بيحل مكانه الهم. هنا لو أنت في مقام الرضا أو أنت راضي فعلا وقلبك راضي، أولا الأمراض الدنيوية الأمراض الجسدية دي مش هتجيلك، زائد أنه روحيا هتبقى أصفى وأنقى لله سبحانه وتعالى. طب يعني خلال المسيرة دي وانت طبعا بتقدم فن بيخاطب الروح، فن ليه خصوصية كبيرة جدا، يعني ازاي بتتناول مفهوم الرضا او معنى الرضا خلال اعمالك؟ ملخص المسألة كلها في الرضا، يعني كل الاعمال هي استسلام لله ورضا. فانت حتى الالحان اللي انت اللي بنلحنها، احنا ما بنخليش حد يلحن لنا الالحان بتاعتنا، احنا بنقوم بتلحين الأشعار اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتحها علينا ونحسها، فبنبدأ نلحنها عشان نوصلها للجمهور، عشان نوصل للجمهور جرعة من السلام. لأن هي المسألة إيه؟ المسألة عشان توصل للرضا لازم يبقى فيه سلام. بالكلام عن السلام والشعور الطيب اللي بيخلفه الرضا جوه القلوب، هل في موقف صعب مر عليك لكن ربنا ألهمك الرضا داخل قلبك وكنت حاسس بالرضا خلال مرورك بالموقف ده على الرغم من صعوبته؟ طبعا في مواقف كتير، مثلا في كان كنا في سفريه في الهند، وحصل موقف معين انه السفريه دي مش الغيت، ولكن المهرجان كله تم الغائه. ما كان علينا ان احنا من الافضل، هو انت في قلبك الرضا، انت حاسس انه لما يتلغي يبقى افضل، مش انه يتعمل يبقى افضل. بالرغم انه لما اتلغى هذا المهرجان، انا خدت الفريق وقعدت في فندق خاص على حسابنا لمده 3 ايام، وبعدين استكملنا الرحله في ولايات تانية، وبعدين رجعنا. ده كان على المستوى الاقتصادي فيه خساره ماديه، ولكن الافضل ان احنا انه يتعمل ده مش انه يتعمل غير ده. طب يعني هو الرضا بيخلي البني ادم بشكل كبير جدا يستحي ان يطلب من ربنا بعض الشيء ويقول انا راضي وانا مؤمن ان ده قضاء ربنا،
هل في وقت من الأوقات رفعت إيدك للسماء وقلت لربنا يا رب أنا راضي بس تلطف بيا؟ والله أنا هقول لحضرتك، وأنت في الرضا مش طالب حاجة خالص، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيك بغير سؤال. إحساسك إن الرضا موجود أو مش موجود أنت مش تعرفه إلا لما تختبر في موقف من المواقف. يعني مثلا على المستوى الشخصي، أنا كنت أبتليت إنه فجأة كنت حاسس بإنه الجسد نفسه في حاجة مش طبيعية غير طبيعية، فعملت مجموعة من التحاليل، كان أخيرا إن إحنا عملنا تحاليل على فيروس سي، فاكتشفت إنه في فيروس سي. في نفس الوقت وأنا واقف في المعمل بعد التحليل عرفت إنه في فيروس سي، أكاد أكون الرؤية اختفت، يعني أظلمت الدنيا قصادك. وفجأة اتعاملت مع الأمر لأنه ألهمت الحل جوه قلبي. الحل في إيه؟ حتى إحنا بناخد أدوية وخدنا أدوية واستمرنا على الأدوية، لكن كان في حاجة مهمة قوي وقرت في قلبي، أن زمزم لما شربت له وياسين لما قرأت له. فشربت مية زمزم على هذا الأساس بقصد الشفاء من هذا المرض، وشفيت تماما من هذا المرض. فكل شيء عند الله لا حلول، فالأمر كله متروك لله. تختبر وانت قصاد الاختبار لازم يبقى عندك صبر، لأنه الصبر ده يعني بالصبر والصلاة أمورك كلها تستقيم مع الله. أكيد كلنا نتمنى أن نعمة الرضا تبقى جوه قلوبنا وتكون مصاحبانا في كل مواقف حياتنا. بشكرك دكتور عامر التوني، مؤسس فرقة المولوية المصرية والمنشد الكبير، ودايما تكون دايما معانا كده ضيف عزيز على قلوبنا. كل سنة وحضرتكم طيبين وفي خير. كل سنة وحضرتكم طيبين.